حلقة جديدة من أميرة في المطبخ على سي بي سي سفرة. النهاردة عندنا حلقة شوية تغيير، عندنا حلقة هندي لكل عشاق الأكل الهندي، إن شاء الله تعجبكم. عندنا أول صنف رز بالجوز الهند ولبن جوز الهند والكاري. تاني حاجة هنقدم معاه فراخ معمولة بالبطاطس وطبعا التوابل، لأنه ده أكل هندي فده طبيعي. وفي الآخر خالص هنعمل سلطة برضو بالبتنجان، إن شاء الله تعجبكم وتكون لطيفة. أول حاجة هنعملها هنشغل هنا عشان نبدأ مع الفراخ. هندي يعني توابل، فخلوني اقول لكم المقادير عباره عن ايه. مكعبات من الفراخ، عندي بصل مفروم، فص ثوم مفروم، فلفل حامي اخضر واحمر، صلصه، جنزبيل فريش، كاري، قرفه، بابريكا، بطاطس متقطعه مكعبات ومسلوقه نص سلقه، لبن جوز الهند، زبادي، كزبره خضراء، عصير ليمون، معانا اكيد ملح وفلفل، وكمان معانا شويه من زيت الذره، فاحنا هنبدا بزيت الذره هنا والتوابل، ملح، فلفل، تقدروا تستغنوا عن الفلفل الحامي لو انتوا يعني مالكوش فيه، بابريكا. نتوصى بقى بالتوابل، يعني كميتها تكون معقولة. قرفة، كاري. وطالما حطينا كل التوابل دي هنحط معلقة من السكر صغيرة قوي بس نظبط الطعم مش أكتر. أوكي، بس الحرارة تشد شويه، عايزه ازود شويه من الزيت. اوكي، كده كويس، شميت ريحه التوابل، فهنحط البصل، تقليبه، اوكي، شمينا الريحة والبصل بدأ اهو ايه يدبل. ده وقت فص الثوم، نحط فص ثوم. الجنزبيل الفريش، وننزل الفراخ. اوكي، عايزه تشويحه بقى محترمه في التوابل دي فما نستعجلش عليها. وهي بتتشوح هنشغل النار هنا عشان الرز، عشان الرز برضو طبعا هنحتاج زيت ذرة. وكاري، نخلي بالنا انه الكاري بيدي طعم قوي جدا ولو كتر بيمرر شويه، ف يعني خليكم حذرين شويه في الموضوع ده. نقلب هنا، جنزبيل، عايزه بس اطلع ريحه الجنزبيل بس مش اكتر من كده. في هذا التوقيت نجهز الرز ونبص بقى على الفراخ بتاعتنا. هايل،
سايله. في الوقت ده هننزل الصلصه عشان عايزاها تاخد تشويحه تديني طعم حلو. اوكي، شويه من الكزبره جوه، وبعدين هنخلي شويه طبعا فريش في الاخر. وعايزه اقطع الفلفل ده، تقدروا تحطوه على فكره صحيح لو انتوا حابينه ما يبقاش حراق قوي زياده عن اللزوم، يعني ممكن ننقي صغيرين منهم. نعمل كده عشان ما يبقاش حراق قوي، هننقي صغيرين ونحطهم صحاح، ولو عايزينه حراق اكتر تقدروا بقى ايه تقطعوه، بس خلينا نعمل كده عشان ايه ما يبقاش حراق قوي علينا. ندي تقليبه. تمام، هننزل دلوقتي بقى الزبادي واللبن جوز الهند. ده لبن جوز الهند وده الزبادي. هنا بدأ يقول اهو. عصير ليمون، ونشوف هنحتاج ميه ولا لا. احنا مسخنين ميه لو احتاجنا. كده هيبقى فاضل عندي البطاطس. البطاطس يعني هدي الاول الفراخ غلوه وبعدين اضيف البطاطس، لان انا سلقاها نص سلقه فمش عايزاها تتهري قوي. لكن لو هي مش مسلوقه كنت هتحطوها قبل ما تضيفوا الزبادي يعني قبل الصلصه، قبل مرحله الصلصه ننزلها ونديها تشويحه وبعدين نكمل. لكن انا عشان سلقاها ف هدي الاول هنا غلوه وبعدين. بس تعالوا بقى ندوق عشان ايه، بس الروايح مش عايزه اقول لكم. حلوه قوي، شويه بس من الملح خفاف، هايله. اوكي، الرز حطينا هنا ايه، زيت ذره، ملح، وكاري، وحطينا جنزبيل فريش. ده الوقت اللي هننزل فيه الرز المنقوع والمغسول والمتصفي. تشويحه بقى كده، مش عايزه اشوح يعني، بس ادخل كده كل المكونات في الرز، مشويش خالص كده من غير ما اكسره. ميه سخنه. اوكي، هنزل هنا لبن جوز الهند. وانزل الميه واشوف اذا كنت محتاجه كاري تاني ولا لا. ونخلي بالنا الميه بتاعته هتبقى اقل شويه من الميه العاديه عشان لبن جوز الهند بيخليه ممكن يتلسع بسهوله. جوز الهند شويه، نخلي شويه للجارنش في الاخر. وبتهيألي هنحتاج ان احنا نزود شويه كاري، بس خلونا نقلب الاول نتاكد قبل ما نزود. شويه، نزود شويه كاري هنا. ايه هنا؟ تمام، ننزل بقى هنا البطاطس. وهنا نقلب كويس قوي. نطلع بقى فاصل ونرجع نكمل بقية وصفاتنا، استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. ما عملناش اي حاجه، الفراخ عندنا هنا بتستوي على نار هاديه جدا. الرز نفس الكلام بيستوي على نار هاديه خالص عشان نغرف في الاخر. دلوقتي هنعمل السلطه دي البابا غنوج التور اللي هو الهندي يعني. ده بتنجان رومي. لو عندنا غاز هنحطه نخرمه بالسكينه او بشوكه ونحطه على النار ونفضل نقلب فيه لحد ما يستوي. لونه بيتغير بس بيطرى
اوكي، ف يعني مش بس اللون يتغير عشان اتاكد ان هو مستوي من جوه. ما عنديش او عايزه اعمله في الفرن نفس الكلام برضو، هخرمه واحطه في الفرن لحد ما يطلع بهذا الشكل. اوكي، ده البتنجان. عندي ثوم مفروم، طماطم متقطعه مكعبات بالبذر بتاعها بكل حاجه، كزبره خضراء، زيت ذره، اكيد معايا ملح، ممكن نحط شويه فلفل صغيرين، هندي، توابل، كمون حب وكمون بودرة، عندي هنا كركم، كزبرة ناشفة غير الكزبرة الخضراء، وشوية شطة وشوية جنزبيل فريش. دي سلطة هتتعمل على النار، فيعني سخنة أقصد، بس عايزة أطلع طبق نقشر فيه البتنجان، تسيبوه يهدى شويه، يعني مش لازم ده يتقشر وهو سخن قوي زي الفلفل او حاجه، نسيبه يهدى شويه مفيش مشكله وبعدين نقشره. جنبنا مثلا بوله ميه او حنفيه مفتوحه لو حابين عشان تنضفوه لو الاسود هيضايقكم، اهم حاجه ان هو يكون مستوي كويس عشان طعمه يبقى حلو. نقشر كويس كده اهو، وبعدين ناخده هنا في الطبق النضيف ونغسل ايدينا. نيجي هنا بقى على النار، نعلي ونحط الزيت، عايزين تحطوا لها بصل مفروم يبقى حلو برضو قوي مع الوصفة دي. عندي بصلاية هنا صغيرة، هحط بصلاية، نحط بصلاية صغيرة نفرمها ناعم. اوكي، نفرمها او تقطعوها حتى شرايح زي ما انتوا عايزين، ممكن نعملها شرايح لان هي صغيره كده، او مكعبات براحتكم. تعالوا بقى نروح هناك، ننزل البصلايه دي، كل التوابل، ملح، فلفل، شطة حسب ما الكمية اللي انتوا عايزينها، كزبرة ناشفة، دي مطحونة وممكن تحطوا الحب برضو لو عايزين، شوية كمون حب، كمون بودرة، معلش هو الهندي كده، توابل، كركم، ممكن تحطوا كاري كمان لو عايزين، جنزبيل فريش، ثوم مفروم، ونقلب كل المكونات دي مع بعضها، بس اشم بقى ريحة كل التوابل دي، اشم بس ريحتها، نقوم على طول منزلين الطماطم. شوية من الكزبرة الخضراء، بتنجان ده بقى ناخده وبس، يعني نقطعه خفيف كده مكعبات وناخده على طول على الطاسة بتاعتنا، سهلة وبسيطة وما فيهاش أي حاجة. تقدروا كمان تزودوا لها شوية زبادي لو عايزين تبقى لطيفة،
او تخلوها كده براحتكم. وكده طبق السلطه عندنا جاهز، خلينا نطفي. وتعالوا بقى نقدم. اول حاجه هنقدمها طبق السلطه، وده بيتاكل دافي فتعملوه قبل التقديم على طول. ننضف طبقنا. اوكي، نعمل جارنش بسيط، شويه من الكزبره فلفل. وكده السلطة جاهزة. نغرف بقى. عندي الفراخ وعندي الرز، دي السلطة بتاعتنا. وده الرز، انا هغرفهم جنب بعض كده. ده الرز اللي احنا عملناه بالكاري و لبن جوز الهند وجوز الهند. طبعا لبن جوز الهند بيخليه شويه ما يبقاش مفلفل قوي زي الرز بتاعنا. اوكي، يعني هو مفلفل وكل حاجه بس بيبقى يعني لزج كده شويه من اللبن. نعمل بس كده حفرة في النص عشان نقدر نحط فيها الصوص بتاع الفراخ. اوكي، ونغرف الفراخ بتاعتنا اللي عملناها بالبطاطس هنا كده. اوكي، وبرضو نديها جارنش خفيف من نفس المكونات اللي استخدمناها. هنحط على الرز شويه من جوز الهند. لو بقى عندكم شويه جوز هند فريش مثلا يبقى لطيف قوي. طبعا هنا شويه من الكزبره، فلفل. نسلم بقى عليكم واقول لكم اشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله من اميره في المطبخ. استنوني، باي باي.